السلام عليكم ورحمة الله، أنا اسمي محمد الواصف. كنبحث على الزوجة ديالي اللي تغيبت البارح مع الساعة ديال 3:30 تقريبا، نقول 3:30. إلى حد الساعة ما جبرناهاش، مختفية. عملت الإجراءات كاملة ما جبرناهاش. اللي شافها أو لا عرف عليها شي خبار أو لا شي حاجة، ترجعوا يتصل بالنمرة اللي كتبان لكم في هذا الباج. العلاقة ديالي ساقسي عليها في الحي اللي كنسكن فيه اللي بغيتي، ماشي مشكل. ما بالعكس، عايشين في واحد قمة ديال السعادة الحمد لله. احنا عندنا واحد المنهج، واذا كنتي ماشية مطافلة فلاني اعلمني باش نكون انا مرتاح وانتي غتبقى مرتاحة. هذا امر غريب جاني. الدرس الواو للجمعية ديال القرآن، كيقراو فيها القرآن من تماك. هودت في واحد الزنقة، ما عرفتي شنو وقع في ديك الساعة، واش الله اعلم، ما فهمتش. شفنا واحد الكاميرا تمايا بينات بان هودة بواحد الطريقه، ماشي هي هذيك عادسه في المشي. سيده مشى بواحد الطريقه مزروبه، يعني كانها شي حاجه تكي عليها، الله اعلم، ما عرفتش. واش غنقول لك، بنتي الصغيره مسكينه كذبت عليا، قلت لها ماك مريضه، هو بنتي اللي كبيره كبيره بحال اللي كتفطر انت عارف، لكن هذه ما سهل. الحمد لله، اللهم لك الحمد، هذا القضاء ربي سبحانه وتعالى، الحمد لله. حتى اذا بغيت نعمل احتمال اخر، نقول هاد السيده كانت رافده شي حاجه في قلبها وكذا وبغات تخرج، ما تقدرش تخرج وباي الا خرج من الطبيب، ما يمكنش يتسبب في مشكل نباها. يعني امر ماشي عادي، هذا امر ماشي عادي، الله اعلم، الله اعلم. قلت لها تمشي تجيب شطون شي حاجه. قلت لها زعما في الصباح هكا عمل لي واحد الطاجين شطون، هو باقي منزل، الله العظيم ما باقي منزل. انا امبارح من 8 الصباح واش مضر، مشيت من الرياضه، جيت من الرياضه عيطوا لي الوالد، باقي هو في العقبه ديال الرياضه، انا كنت تليت في النزهه ما عرفتش. وما داتنا الجمعيه وما جاتش المورا، انا سمحتوا فينا. قلت لها يمكن واقيلا، قلت في بالي يمكن يمشي تسخر، انا صونيت ونقطع، قلت ما خصنيش ما صافي عادي، تنجيو للدار ونقول لها شنو هذا، علاش ما زدتش. هذيك الهضره ديال النقاش العادي اللي كيوقع. ملي جيت كنتفاجئ بان التليفون في الدار. ديك الساعه صبرت واحد شويه، ديك الساعه نخرج انا بديت كنفتش، مهوت من الرياض ديال دخلت الحومه تشوك، مشيت ندير هاد بلاصه طور، مهوت انا من غندوري وانا طالع خا هاي بن كيل. بالنسبه للوالدين ديالها، واش الوالدين ديالي شحال نقول لك يسكنوا في دراد بباهات قبيله، تعيط لي واحد الحاله شحال نقول لك، سيدي الله خرج من الطبيب، كان عنده المفرية ديال عنده قلب ماشي سليم اصطناعي، ما قدرتش نقولها لهم. عيطت للاخت ديالها في الاول، هي اللي قالت الاخ ديالها، وعاد تلاقينا وبقينا كنفتشوا كاملين اليوم صافي، لان الامر خرج من اليد ديالك. عملنا الديكلاراسيون، كلشي ديالنا، جميع المسائل اللي قانونيه كامله عملناها، مشينا للديكلاراسيون، مشينا للطبيب، مشينا المهم اللي عادي التحليف البلديه اللي عملتها. كيبقى الامر في اليد ربي سبحانه وتعالى، واذا كان شي واحد شي محسن شافه وبغى يعمل فينا شي خير، هذا كيبقى الاجر ديالو لله. اذا كتشوف دابا مثلا، واذا كانت كتشوف كنقول لها انا عملت لها شي حاجه، ما ترجعش عندي، انا ترجع عين ولادها، وانا ما نعرف، الله اعلم. تعلم عين الوالدين ديالها، اذا كانوا الوالدين ديالها ما يستاهلوش الله اعلم، اذا كنت انا ما نستاهلش الله اعلم، تعمل وجه ولادها او لا وجه الوالدين ديالها، ما نعرف الله اعلم. انا مأكد مليون في المية ما عملت لها شي حاجه، كي كنت عملت شي حاجه ما يبقاش فيها الحال، نكون ديك الناس النوع الناس اللي قباحين، الدنيا هانيه ماشي مشكل تدبر راسها. ولكن انا راه 13 ولا 11 سنه ضد الزواج، حتى اي حتى العوام بداو كيتخرقوا في الراس، ما يمكنش نكون بين ليله وضحاها جات قبيح. تمشي تشوف الجيران اللي ساكنين، راه كاملين مغيرين دابا، ديك الحي كامل مغير، لا بالصحاب ديالي ولا بالجيران ولا حتى دابا ديك المطاف في المدرسه، كلشي ما فهم والو شي واحد. ما مستوعبينش هذا الشيء، هذا ما مستوعبينش شنو هذا، الله اعلم. يعني ماشي يعني تبارك الله تكون مرا يعني واعيه، بالعكس مرزنا بزاف العقل ديالها، ما عندهاش ديك الشيء اللي ديك المتطلبات بعد النساء بزاف، ما كايناش قليل ديك الشيء عادي، ونعطيها نقول لا تقول لي لا، اذا ما كانت شي باغي يعني انا الله اعلم، او لو اذا كان شي واحد عامل لها شي حاجه، انا كنظن مليون في المية شي حاجه، هذا الشيء ديال السحر والله اعلم، الله اعلم. يعني
ما نعرف مش غير إرادية ممكنش تسمحتي انك بجوج ديال الكبدات ديالك وتخوي الدار اضعف الايمان تديهم في يدك تشد الوالدين ديالك وتخلي الراجل يجي اضعف الايمان ولكن بهذا الاسلوب هذا وبهذه الطريقه هذه ميمكنش الله اعلم التليفون ديالي عندي في الجيم انايا ديتهم في الدين نكون بسالي باش ودا طلبوا انا تيلهم يشوفوا يعملوا البحث ديالهم شي حاجه والمخزن كيقول لك بان هي ما كايناش شي حاجه يعني اللي عادي يقدروا يعملوها هما خارج اطار القانون لان يعني السيده خرجت من الدار بالاراده ديالها ما هي مختطفه ما هي يعني الامر كيبقى اختيار يعني الاختيار ديالها خرجت يعني شي حاجه وقعت شي حاجه وقعت هي انا كنظن انا كنقول مليون في المئه هي ماشي بالاراده ديالها مشات ولكن شي نسمى الله اعلم نتمنى الله خير هذا الرجاء ديالي في ربي سبحانه وتعالى صافي انا كنقول لربي سبحانه وتعالى اللهم اجرني في مصيبتي وابدلني خيرا منها صافي هادشي اللي كنقول تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.